مؤخراً صار في تغير واضح في السياسة الإيرانية، طبعاً الضغط على النظام السوري للالتزام ب يعني وعوده الاقتصادية، ولكن هذا الضغط تزايد بشكل كتير كبير وكان يعني بأعلى مستوى له بالسنة الحالية. النظام كان بالفعل عم يحاول يراوغ مع إيران لآخر مرحلة إنه ما يعطيهم استثمارات، بمعنى آخر إنه كان النظام عم يحاول إنه يحصل على دعم اقتصادي وعسكري من إيران من دون ما يقدم تنازلات اقتصادية، وكان يعني يشكل لجنة ورا لجنة، وفد ورا وفد. حاولت إيران يعني تسرع من وتيرة الاستحواذ الاقتصادي على يعني مؤسسات اقتصادية سورية بالقطاع العام أو الخاص والتوسع فيها، ل يعني قطع الطريق على المبادرة العربية. في عدة أسباب لمراوغة النظام مع إيران في الماضي. بعض أسباب تتعلق بالسيادة الوطنية، على سبيل المثال استثمار مرفأ للحكومة هو يعني قضية سيادية، استثمار خط يعني شركة اتصالات هو يعني مشكلة أمنية. النظام كان عم يحاول إنه يخفف من سطوة إيران عليه لحتى يضل عنده حق يعني مجال أكبر للمراوغة ويعني لعب السياسة مع الحلفاء الآخرين، مع روسيا، مع إيران، أو حتى مع دول عربية، يعني يحاول أنه يكون في بإيده أوراق أكثر أنه هو يتفاوض عليها. النظام يعني حاول من خلال المبادرة العربية الأخيرة أنه يعني ينفتح على الدول العربية أنه يحصل على دعم اقتصادي منهم مقابل كبح إنتاج الكبتاجون على سبيل المثال، ولكن هو ما قدر يقدم ولا تنازل حقيقي، فهو حالياً بأضعف مراحله بوجه المتطلبات الإيرانية، وبالتالي هو مجبر على التنازل، وإلا البديل هو انهيار اقتصادي كامل.